في إطار مسابقة الابتكار الحكومي فكرة، والتي أطلقت تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، تأهلت 40 فكرة للمرحلة المقبلة من المسابقة بعد عملية فرز وتقييم الأفكار التي تم التقدم بها للمشاركة في النسخة الثالثة. وتهدف مسابقة الابتكار الحكومي فكرة إلى تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار دعما للتميز في الخدمة الحكومية بما يحقق تطلعات المواطنين، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لإشراك موظفي القطاع العام في تقديم الأفكار والمقترحات لتعزيز كفاءة العمل الحكومي ورفع جودته من خلال تحويل التحديات إلى فرص تطويرية تماشيا مع مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والقائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة وبرنامج الحكومة 2019-2022.